شيء على الإطلاق. أنا اسمي يوسف الفهد، عمري 36 سنة. هذا الفيديو شفتوه عن العراق، بس راح أرجع وياكم شوية فلاش باك عن يوسف شلون بدأ هذا الحلم وهاي المغامرة. يوسف من كان بالمتوسطة كانت عنده رهبة من السادس إعدادي، لأن كان يشوف أخوه راسب وما يقدر ينجح من هذه المرحلة، فقرر ما يروح سادس إعدادية، قرر يروح صناعة حاسبات. ذاك الوقت اللي يروح صناعة معناها مستقبله راح يفشل وما عنده مستقبل اصلا، وكانت نظره العالم ونظره القرايب ها شنو بينكم صناعه، بس انا كان عندي حلم انه اني اطلع الاول على مود انقب الهندسه. فدخلت للصناعه، طلعت الاول بالرابع، طلعت الاول بالخامس، وبديت السادس دا اطلع الاول، بس صارت الحرب. هنا انا كل شيء تغير. من صارت الحرب ما اعرف شنو مصير القرارات، شنو مصير الطلاب. انتظرت الى ان قالوا رجعت الدراسه وراح نمتحنكم وخلاص. بلشت الامتحانات، قبل الامتحانات صار حدث غير حياتي. انقتل اخويا بالحرب. انقتل اخويا بشارع بطلقات بارده. هنا الدنيا صارت سوداء حرفيا. لانه انا بعد ما اعرف وين اروح، ما اعرف شنو اريد. فقلت لاهلي اني هاي السنه راح اجلها وبعد ما راح اكمل. أجل السنة لأنه أريد أكمل طموحي، ما راح أقدر أكمله هسه. والدتي قالت لي الخاطري والخاطر أخوك المرحوم كمل، بس طلع هاي السنة وجيب أي معدل. رحت الامتحانات أنا ما محاضر أي شيء، بس القراءة اللي قاريها أنا قبل الحرب وراجعت شوية. ما رحت أسلم النتيجة، المدير قال لي يوسف روح شوف تسلسلك. طلعت الثاني على الصناعة، وكان اكو قرار انه العشره الاوائل ينقبلون هندسه سيطره ونظم. هاي الفرحه شاركتها ويا اهلي، بكينا وضحكنا وهديتها لاخويا المرحوم وكملت هندسه وباصعب قسم بالجامعه التكنولوجيه اللي هي قسم السيطره والنظم، ثاني صناعه. كان اكو تشالنج شويه بالدراسه، بس كملت الهندسه 4 سنين بدون اي تلكؤ ونجحت. اشتغلت مهندس بشركة مقاولات 2 سنين، وبعدها كان طموحي انه ادخل الشركة كبيرة نصب الابراج، واشتغلت بشركة اسيا سير. مهندس عندي سايق وعندي راتب وعندي موبايل فاتورة، الامور كانت كلش بيرفكت. تزوجت وجبت طفل والحياة كانت لطيفة. غيرت شغلي، انتقلت لغير شركة. بال 2014 انا كان عندي بيت باربيل، زوجة، راتب 2500 دولار، كل شيء اوكي، يمكن اي شاب كان يطمح بهذا الشيء. بس كنت كلش سلبي. كلش كنت اكره العراق. كلش كنت اشوف الوضعية المأساوية بسبب السياسة وبسبب الحروب، انه هاني لا اني مكاني مو هنا، اني اريد اسافر، اريد اهاجر واعوف العراق. سويت اتصالات يا بلدان اقدر اقدم من عندها لجوء. وشفت انه تايلاند ممكن انه اقدم من عندها لجوء، وسافرت تايلاند وبعت كل شيء. ودعت اهلي دا اريد اغير مستقبلي. وبوقت اشتريت، كان عندي شغف بالتصوير، واشتريت كاميرا وياي وكانت غاليه، واهلي انت مخبل تشتري كاميرا ب 14 ورقه. قلت لهم انا عندي شغف بهذا الشيء. سافرت. اول ما سافرت حطيت رجلي بتايلند، ثاني يوم صار انقلاب عسكري بتايلند. اوكي، انا دا اجي اغير من حياتي. حياتي هناك تغيرت. بقيت انتظر. ورا شهر دخل داعش للعراق. زين، أنا وين رايح؟ دا غير الحياة، تغيرت الحياة لهنا، حياتي هناك تغيرت، إيش راح أسوي؟ بقيت أنتظر إلى أن انفتح اليوان ورا شهرين تقريباً، وقدمت الملف مالتي وخلوني على الانتظار. 14 شهر تقريباً أنا عشت بتايلند ويا عائلتي. غامرت، سافرت، خيمت، طبيعة هناك حلوة، الكاميرا كانت 24 ساعة وياي. كنت كل شيء اصور، اشتغلت بشركه تصوير، بشركه سياحه كمصور سياحي، واشتغلت تاكسي. خلال هاي الفتره اني عندي اصدقاء وعندي عوائل، ناس دا تموت، ناس دا تهجر، ناس دا تتاذى. الضمير مالتي ما مستقر. يوسف انت لو تموت هذا الجانب وتعيش حياتك وتفصل عن العراق، لا انت مرتبط. زين اني
بيني وبين نفسي ايش راح اسوي؟ اكو شغله اني ما قايلها لاي بشر بس انا وزوجتي تدري بيها، حتى كذبت على اهلي، اخذت قرار قلت لها فرح انا اريد ارجع للعراق وما اريد ابقى هنا، انا اذا اريد اصير فشي اصير فشي ببلدي، ما اصير فشي ولا راح اصير فشي ببلد غربه. رجعت قالت لي زين واهلك شلون؟ قلت لهم انه اتفقنا، الكذبه كانت انه اليو ان مددنا سنه لخ واني بعد ما اقدر انتظر وراح ارجع. وبالفعل رجعنا واني اريد اترك بصمه بالعراق، اني اريد اسوي شيء لهذا العراق، اريد اغير هاي الصوره المأساويه عن طريق الكاميرا. شفت انه الصوره لازم نغيرها، شفت انه الصوره الماخوذه عن العراق ايش قد هو مأساوي، لا لازم نغيره، لازم نخلق ايمان بهذا البلد. رجعت أنا وزوجتي، اشتغلت بنفس الشركة كنت أشتغل بها كمهندس اتصالات، واشتغلت بشركة إنتاج سينمائي كمصور على مود أخذ هوية وأقدر أتنقل وأصور براحتي. قمت أصور بغداد، قمت أصورها بغير شكل نهائياً. السلبية كنت عايش بيها صارت إيجابية. الحالة اللي كنت أنا أشوفها للعراق لا، قمت أبوع على الجزء المليان ولو حتى قليل، قمت أبوع عليه وأقول هذا يترس عيني، العراق بكل شيء. صورت صور قمت انشر على السوشيال ميديا، العالم قامت تتفاعل ويا الصور، اسمي ينزل يوسف الفهد على صوره ينشروها، كنت افرح بهذا الشيء. محركات البحث شوي قامت تتغير، من تكتب عراق او يوسف فهد قامت تطلع صور حلوه. اخر شيء شفت انه هاني شغفي بالتصوير، عفت الهندسه، عفت الاتصالات، خلاص انا مصور. من كنت اعرف نفسي بالسيطره انا مصور. بعدها استمريت بالتصوير وصرت مدير قسم الاعلان وطور شغلي. اثناء هاي البروسس كليته انا كنت اتنقل بالعراق كليته وكنت اشوف شنو اكو موجود بالعراق، فقررت اسوي مشروع سياحي سميته ادفينيتشر. ادفينيتشر هي كلمه جايه من ادفينتشر اوف نيتشر، مغامره الطبيعه. هذا المشروع كان بدايه حلمي انه اخذ سفرات سياحيه بسياره فور ويل درايف، اوصل الاماكن ما توصل لها الباصات السياحيه، ونسوي اكتيفيتي وفعاليات كلش مهمه اثناء السفر شفتها اني بتايلند، اللي هي التخييم، التجديف، التسلق، هوايه تفاصيل كنا نشوفها بالخارج بس ما كنا نقدر نعيشها بالعراق، وفرتها بهذا المشروع. قاموا العالم يجون وياي، قاموا الناس العوائل، واحد يسولف للثاني انه تعال اذا تريد تتونس روح ويا يوسف. شعاري كان متعه، اثاره، حماس. هذني لثلاث كلمات حرفيا، هذني لثلاث كلمات اي شخص كان يجي وياي كان يحس بيها. خلال 4 سنين ادفينيتشر قدرت تغير نمط السياحه. استمريت اني لغايه 2019 كان عندي شغلين، كنت منتج اعلانات وكنت اخذ جروبات، الشغل كلش ماشي وعايش باربيل. بس 1/10 صارت مظاهرات تشرين، أصدقائي المصورين، أنا مصور، كلهم بالتحرير، سدوا الطرق، أنا ما أقدر أروح. وكنت كلش ضايج لأنه ما أقدر أروح. بس بالتالي كانت هاي نقطة إيجابية، ليش؟ سدوا الإنترنت بوقتها عن بغداد، أنا كان عندي إنترنت لأن ساكن بأربيل. قمت تجيني رسائل عن طريق الأم أم إس كصور على مود أنقل الأحداث اللي كانت تصير بالتحرير للعالم الخارجي. وبنفس الوقت نشرت رقمي، قلت للعوائل اللي كانوا عايشين بالخارج اللي يريد يطمن على ابنه او على اهله خلي يخابرني واني امن له الاتصال. العالم قامت تخابرني على الانترنت، تليفوني الثاني اني اتصل بابنائهم بداخل بغداد وافتح مايك بالتليفونيا واربط جهه بجهه ويسولفون. ناس حرفيا اكو ناس كانت تبكي انهم عبالهم خلص الكتل بالشوارع. اكو لحد الان اتذكر عائله امي بدها تسوي عمليه بالهند وعندها تقارير لازم تدزها للدكتور ببغداد وما كانت تقدر توصل له والاتصال كان غالي، فاني خابرتها واني احكي ويا الدكتور واكو فد وصف وصفها ما دا اعرف اصلا نوع المرض بس قلت له هيجي وهيجي وتواصلوا والحمد لله الامور مشت. خلال يوم 40 عائله ربطت بخلال هاي اليومين، بعدها انفتحت الطرق وكل شيء اوكي. بس يوم 14 قالوا يوم العوده مع المظاهرات، والدتي حلفتني قالت لي يوسف هوايه ماتوا واني ما عندي غيرك لان انا الوحيد لعائلتي،
الله يخليك روح أخوك لا تروح. قلت له أوكي طمنتها. بيوم 14 عشان طالع سهران ويا أصدقائي. رجعت نمت. أنا بيني وبين نفسي مختنق. أنا ما دا أقدر أنام وياي. قعدت الصبح قعدت ويا زوجتي قلت لها فرح صام طبيعي. أنا لازم أروح للتحرير وما أعرف شو راح يصير. بس أمانة ما تقولين لأمي. أخذت سيارتي وسقت للتحرير وأمي ما تدري أني وين. إلى أن شافت فيديو أني بنص التحرير وخابرتني قالت لي يوسف ارجع الله يخليك ما عدي غيرك. قلت لها يوم أوعدك وعد واحد إذا تريديني يوسف يكون طبيعي خليه. الوعد مالتي من يطر حقيقي علي أني راح أرجع. 52 يوم أني بالتحرير بايت بخيمة 52 باليوم. اثنين وخمسين يوم حرفياً أني ما طالع من التحرير. جدي زوجتي وابني شافوني بالتحرير. جدي أمي وأبوي وخالات شافوني بالتحرير. جوي أصدقائي بس يريدوني أطلع أنا ما أطلع. سلمية حمامات سوينا مرافق إنارة التحرير بويناها سوينا آيلاف تحرير. سويت ملعب كرة شاطئ للكرة الطائرة سوينا دم رملية. ردنا ننقل انه احنا سلميين احنا شباب نريد نبني هذا الوطن. احنا ما نريد نخرب ولا راح نخرب لان هذا وطننا. بعدها وراء 52 يوم صار تهديد واضطريت انه ارجع لاهلي. بعد هاي الفترة صارت كورونا وكل شيء تغير. المظاهرات تغيرت وانتهت. بس روح الوطنية بداخلي وبداخل كل واحد كان هناك ما انتهي. احنا نقدر نغير. احنا نقدر نبني هذا الوطن مو بمظاهرات. احنا نقدر نبني كل واحد بينا يقدر يبني هذا الوطن بفعله وبعمله وبدوره اللي هو دا يسويه. بعد كورونا رجعت المشروع صفر واشتريت غير سياره. اعيش بهاي الفتره اللي انا ما عندي شغل بيها وعندي مصاريف وايجار. رجعت ووقفت مره ثانيه. رجعت على حيلي واشتريت نفس السيارة اللي كنت استخدمها بالسفر كنت لا شفتوها بالفيديو. وقمت اخذ جروبات لغاية 2021 كان عندي حلم اريد احققه هو الفيديو اللي شفتوه. هذا الفيديو اللي شفتوه كان حلم برنامج تلفزيوني يشوف العراق والعراقيين خارج العراق وداخل العراق والعراقيين العراق شنو بي شلون لازم نستغله شلون لازم يصير بلد سياحي لان هو بلد الحضارة. شلون لازم نستغله؟ شلون لازم نسوي مشروع بكل محافظة سياحية؟ لأن كل محافظة بالعراق بيها شيء سياحي. أنا ما راح أقدر أعتمد بس على النفط. أنا ما راح أقدر أعتمد فقط على الوظيفة. أنا مو موظف وعفت الوظيفة. كان أكو تشالنج إنه أنا أصير موظف بشركة لو أصير صاحب شركة. قررت إنه أكون صاحب شركة وأخذ هذا الريسك اللي أنا عندي مصاري. أنا احتمال ما تجيني سفرات بس بقيت كبار فريقي. كبرت الرحلة. الرحلة وقعت عقد موسم ويا قناة تي في هاي الشهر وإن شاء الله راح ينعرض هاي السنة. هاي الإنجازات كلها هاي اللي سويته كل بأي سياسة إحنا نقدر نبني هذا البلد نوقف على حيلنا. لأنه ببساطة أنا مو إنسان أنا عراقي. شكراً.